اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم يغفر بما قدم الناس في رضا يمشي في صباحه وممسى با يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم القيامة خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رأت حد في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع لي لك الكدر والجاه أدرك أدرك على من في قصيدة ومغنى ولو صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه والحمد لله رب العالمين يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا السيد العربي
الصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كل من صلى خبري 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 يا نوساي نوساي ما عن موسى
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله، خصوصا أنصار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين، ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، ثم إلى رسولنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآلوي سيدنا حبيب عبد الرحمن السقاف، ثم إلى رسولنا حبيب عبد الله بن بكر عدروس سيدنا الشيخ بكر بن سالم سيدنا الجد أحمد بن محمد الحبشي سيدنا حبيب عبد الرحمن محمد الجبري، ثم إلى رسولنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس، ثم إلى رسولنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى رسولنا الحبيب حسن بن صالح البحر، ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى رسولنا الإمام الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفرعه، ثم إلى رسولنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله بنا علي بن محمد الحبشي وأصوله وفرعه وتمامته مشايخه وأزواجه وأبنائه سيد الوالد علي وأخواني بعبد الله بمحمد الحبيب أحمد وأزواجهم المنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى رسول الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وجميع أولياء هذه البلدة وصلحائها، أن الله يغفر لهم ويرحم، أن الله يجعل مستقر رحمة على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله الكريم أن ينجي عنا وإياكم أجمعين، أن يفتح علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وحاضرين أجمعين فتوح العارفين، وفقنا وإياكم في الدين واهدنا وإياكم سمين جيس سواء السبيل، علمنا وإياكم التأويل وجعلنا وإياكم أجمعين علماء أتقياء صلحاء نجباء، أن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا أصحابنا ومن أوصانا بالدعاء، واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأمري من السر وعانا ولا تخيب رجانا، وارزقنا وإياكم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف العافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية، وأن الله يحفظنا وإياكم أجمعين من شر الأشرار كيد الفجار وطارق الليل وطارق النار إلا طارقا يطرق بكل خير، واحفظنا وإياكم من شر كل حاسد وباغت وعدو من شر السحرة وأعوانه من شر الشياطين الجن والإنس من كل آفة في البر والبحر وجو، وزقنا إياكم السلامة إنا كنا وعافنا وعفو عنا، ونسأل الله الكريم أن يحفظ المسلمين ويرحم المسلمين، وأن الله ينصر نصيب صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك مهلاك صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يطفي نار الفتن بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عامة، وارزقنا وإياكم أجمعين الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهرين في هذا الشهر العظيم من العائدين الفائزين الظافرين برضا رب العالمين، يعيد علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وعلى الأمة المحمدية أجمعين سنين بعد سنين وعوام بعد عوام في خيرات ومسرات وأفراح، وعلى ما نوى حبيبنا شيخ وأهله وأولاده إن شاء الله يبلغ أعمالنا أعمالهم كلها يا الله، ربنا وإياكم أجمعين حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد،
محمد أشرف بدر الفرقان أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قل تعوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قل تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا
الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي Yeah.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أجداده اسمه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول. الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان صلى الله ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه.
فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والنجاة. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه وسلم يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان نشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الوامرة ففلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. فقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة راقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله. وإن كانت الأرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين قعدت عن في هذه الحضرة الكريمة ولا عجو التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع أمين. فادخلان في شفاعتي هذا النبي الشافع أمين ويتروحان بروحي ذلك النعيم. الله وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على Yeah.
Yeah.
اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وصعدت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالغدور والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ثدج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور صلى الله. وأنفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلقت سبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك.
سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضرب Bye.
ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faj'al mujtama'na ya Allah ghayatu husnul khitam ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah وعتينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الدسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبليغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلی وسلم مبارک علیہ وعلی آلہ اللهم صلی وسلم مبارک علیہ اللهم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من جرى أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في عِرَاءٍ وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة المرفوعة القدر والذراع خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والجراح حبيبي
رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرى حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليس لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن منبرا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدر بجدب وقحت القد مادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظ للعدل من سلة الكرام فيا ربي يا رحمن شفع نبينا فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواسينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى
مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزل أمطر. وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك شرى وتمت وفاء الحمد لله ختمها عميرا ومسكا للوجود معطرا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. صلى الله عليه. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. صلى الله عليه. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما، وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحرك همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. صلى الله عليه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يغيب أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا دار. صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية انطبعت على أخلاق سنية وقامت في صورة حسنة بدرية. صلى الله عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، صلى الله عليه، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. صلى الله عليه. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن مقصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ذحقه التبسم والمشي الهويلا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. إذا مشى فكأنما يلحظ من صبب، فيفوت سريع المشي من غير خباب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات الجلة أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تنامه لم يخسفي،
وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الغم وزال منا جميع الغم قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الغم
شفيعنا بدرجة النور شفيعنا جودوا فضله علينا جودوا فضله علينا وكم من الله علينا وكم من الله علينا قدم الله مقاصدنا قدم الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزال منا جميعا وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قدم الله مقاصدنا الله الله قدم الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزال منا جميعا ودوى عجال بلا سهلا بشان داخله أن يسلم قدم الله مقاصدنا الله الله قدم الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزال منا جميعا ولو حقيقة ولو معنى ولو حقيقة ولو معنى صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم قدم الله مقاصدنا يا رب قدم الله مقاصدنا يا الله وزال منا جميعا وزال منا جميعا والضربة قبل تضربنا والضربة قبل تضربنا ورجي الله ما يحرم ورجي الله ما يحرم قدم الله مقاصدنا الله الله قدم الله مقاصدنا وزال منا جميعا ولو مواهب علينا جاء ولو مواهب علينا جاء الله مقاصدنا قدم الله مقاصدنا يا الله وزال منا جميعا الخير في ذيك لافيزا الخير في ذيك لافيزا قدم الله مقاصدنا الله الله قدم
بفضل يعاملنا الله الله عسى بفضل يعاملنا من العطب والغضب نسلم من العطب والغضب نسلم المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم مصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قدام ما الله مقاسدنا يا الله يا الله يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله عند جميع الهام وزل بك جميع الهام وعقبت ندقى حزنا وعقبت ندقى حزنا وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا آمين توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في
في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها من فيوضات آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمدار آمين. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف العدلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحالين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من العابدين آمين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئ بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل فطرنا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة آمين. واكشف اللهم قربة المكروبين آمين. واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال
القمر بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. اختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله telah bersama-sama kita ikuti pembacaan maulid, kemudian ditutup dengan doa dan ditambah dengan beberapa munajat dan pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar menjadi amalan baik kita kelak dan menjadikan jalan untuk kita menemui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kembali dari tempat ini membawa manfaat yang besar dan insyaallah segala niat kita, niat duniawi, niat ukhrawi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita manusia-manusia mukmin yang bertakwa, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada sesama kita. Hadirin yang berbahagia, di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia suci yang disucikan oleh Allah, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia
dan tidak satupun manusia menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa rahmat bagi alam semesta ini, sesuai ayat yang berbunyi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat, beliau sendiri rahmat, Allah Rahim, Allah Rahman, ajarannya rahmat. Karena itu bagi siapa yang mengikuti atau siapa yang menjadi umat Muhammad, dia harus menjadi manusia yang penuh dengan rahmat. Tadi kita dengar di dalam bait Maulid Al-Habib Ali mengatakan sifatnya Rasulullah rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Rahmat semua. Bicaranya rahmat, tingkah lakunya rahmat. Apa saja yang dikerjakan Rasul semua mengandung rahmat, yang artinya kasih sayang. Sikapnya tegas, tekadnya kuat, manusianya berwibawa, suci, dan punya rasa malu yang tinggi. 6 sifat semacam ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi sempurna dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita yang ada di tempat ini sudah mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasul. Dengan hadirnya kita di tempat ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Maka untuk cinta kepada Rasul membutuhkan juga balasan Rasul mencintai kita. Di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul, kita mengatakan cinta kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ittiba' Rasul, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang dilarang, mengikuti akhlaknya Rasul, itu namanya ittiba'. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tetapi apakah cinta kita mendapat balasan dari Allah? Apakah cinta kita mendapat balasan dari Rasul? Tidak tahu kita. Tetapi pernah satu sahabat bertanya kepada Rasul, saya ingin tahu bagaimana kecintaan Allah kepada diriku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, di mana kau letakkan Allah? Kalau kau letakkan Allah di dalam hatimu, kalau kau jadikan Allah semua tindakanmu karena Allah, di situ kau akan mendapatkan bahwa engkau dicintai Allah. Seperti sekarang kita di tempat ini, kita cinta kepada Rasul. Kita dengar bagaimana kedudukan Rasulullah. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, akhlak kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul atau belum? Akhlak pribadi, akhlak rumah tangga, akhlak bermasyarakat, akhlak berbangsa, sesuai tuntunan Nabi atau belum?